خالة خضراء مسنة تقطن هنا منذ أزيد من 5 عقود في مشتة المدفون ببلدية أم البواقي. كلما تدهورت الظروف المناخية يومياتها تتحول إلى وضع قاتم، خاصة وهذا المكان لا يزال عرضة لخطر الفيضانات. المحجور اللي فات علينا والنور اللي فات علينا كلنا نحسب راح نموتوا هذيك الليلة. البحر الروش يضرب يجمد ما جمدنا ونستنى وقته يطيحوا علينا الديار. خالتي خضرة فقدت زوجها مؤخرا بينما تمسكت بكوخها الهشي، رغم ما تشكله الأمطار الرعدية التي ما فتئت تتهاطل على المنزل الآيل للسقوط من كابوس قائم بذاته. وزدت البارح زاد رجع الرعد، بت قاعدة والشمع باقت وتريسيتي راح، ما لقينا وين راح نهربوا الليل، وين راح نهرب ما لقيت وين راح نهرب. في الواجهة الأخرى ابن خالتي خضرة حمودي تعب من إعادة تأهيل البئر بوسائله الخاصة ليشرب الناس من مائها، حيث غمرتها مياه الأمطار الرعدية التي تساقطت لمرتين في ظرف أسبوع. المنطقة هذه معرضة للفيضانات ملي كنت أنا كان لي في عمري 54 سنة، ديما احنا نطيحوا في المشكل تاع الفيضان. 3 سنين 4 سنين يجينا مشكل تاع الفيضان. درت بير دخل فيه الماء راب، زدت دروكا راني نعاود فيه. وفيما تبقى مشتة المدفون مهددة بخطر الفيضانات، بات من الضروري حماية الجهة من هاجس السيول الجارفة.